السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار بقناة المرابطون وتتابعون فيها. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن العلاقات بين نواكشوط وباريس جيدة ويشيد بضبط وحماية الحدود الموريتانية. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يختار المنصور رئيسا دوريا له ويؤكد سعيه إلى إفشال تعديل الدستور. منتخب المرابطون يحتل المركز 90 عالميا وفق التصنيف الجديد الصادر عن الاتحادية الدولية لكرة القدم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو إن العلاقات بين موريتانيا وفرنسا لا تشهد أي توتر، وأن هناك صداقة حقيقية وتعاونا جديا بين البلدين. وأضاف الوزير الفرنسي في تصريح أدلى به على هامش زيارة أداها لمقر مجموعة دول ساحل بنواكشوط أن موريتانيا تمكنت من ضبط وحماية حدودها بنفسها، وأن ذلك ليس أمرا سهلا. ليس هناك فتور في العلاقات بين موريتانيا وفرنسا، بل على العكس من ذلك هناك صداقة حقيقية وتعاون جدي، وهو ما لمسته وأوصلته للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز خلال المحادثات التي أجرينا معا واستمرت حوالي ساعة. ناقشنا خلالها مختلف المواضيع، ودعوته باسم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى زيارة فرنسا الأسبوع القادم، كما أن وزير الاقتصاد والمالية سيكون في نواكشوط خلال الأيام القادمة. العلاقات جيدة ونحن مندهشون من الجهود التي بذلتها موريتانيا. صحيح أن فرنسا حينما تدخلت عام 2013 بمالي لمواجهة الإرهابيين كانت تنتابها مخاوف من المنطقة بشكل عام. لقد لاحظنا أن موريتانيا ضبطت حدودها وحمتها ليس بشكل ظرفي آني، وإنما على طول المدى، وهو أمر ليس بالسهل. وعبر جان مارك أيرو عن دعم فرنسا لجهود مجموعة دول الساحل في محاربة الإرهاب والتهريب، مضيفا أن المجموعة بصدد إنشاء قوة تدخل العسكرية لحماية حدود الدول الأعضاء فيها. إن مجموعة دول الساحل التي نشأت بفكرة من موريتانيا تدخل اليوم مرحلة جديدة تقوم في جانب منها على تعزيز القدرات العسكرية والتنسيق من أجل حماية حدود مختلف البلدان المكونة للمجموعة. وفي الجانب الآخر تقوم المرحلة الجديدة لمجموعة دول الساحل على إنشاء قوة تدخل قادرة على مواجهة الإرهاب في المنطقة من خلال التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. أنا جئت لمقر مجموعة دول الساحل في نواكشوط رفقة صديقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني من أجل التعبير عن ارتياح فرنسا لجهود المجموعة. وكما تعلمون فرنسا تهتم كثيرا بجدوائية كل أشكال محاربة الإرهاب والتهريب التي تواجه المنطقة. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين الشيخ إن العلاقات بين موريتانيا وفرنسا علاقات طبيعية، وإن التشاور والتنسيق قائم بين البلدين. وأضاف الشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي تعتبر دليلا على حسن العلاقات بين البلدين. بالنسبة لما يتعلق بالعلاقات الفرنسية الموريتانية، كما تعلمون وكما هو واقع علاقات طبيعية، والزيارات لم تنقطع في يوم من الأيام، والتشاور مستمر وقائم. وزيارة وزير الخارجية الفرنسي تدخل في إطارها الطبيعي وضمن هذا التشاور والزيارات المتبادلة. وما تحدث عن من قضية تصوير فعلا شفنا بعض المواقع، لكن الحقيقة نأكد لك يعني أنه عاري من الصحة من الناحية الفعلية وحتى من الناحية المنطقية. أنتم تعرفوا على أن قضية الطائرات تمشي إياك تقبض تصور مشاهد والله وقائع ميدانية، هذا لم يعد هو الأسلوب. الناس عادت عندها خصوصا الدول المتطورة كيف أمريكا وكيف فرنسا عندهم الأقمار الصناعية يقبضوا فيها هذه المشاهد. حتى جوجل عندك أنت ممكن تطلع على هذه
المواقع الجغرافية ما يحتاج لأن تجي طائرات، ولم تأتي طائرات ولا طيارين ولا سيارات، ولم يصور شيئا ولم يصور شيء ولم يقع أي شيء من هذا. أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عن تشكيلة جديدة له، انتقلت بموجبها رئاسته الدورية إلى رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد جميل المنصور. وقال المنصور في حديث له خلال مؤتمر صحفي عقده المنتدى بنواكشوط إن المنتدى سيسعى لإفشاء ما سماه الانقلاب على الدستور من خلال 3 محاور رئيسية. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يعلن عن تشكيلته الجديدة ويتحدث عن التطورات السياسية الراهنة في البلاد، ويعبر عن سعيه لإفشاء التعديلات الدستورية بعد قرار النظام الموريتاني تمريرها عبر الاستفتاء الشعبي استنادا للمادة 38 من الدستور. وأعلن المنتدى عن ما قال إنها خطة تتألف من محاور 3، أولها قانوني وثانيها سياسي وإعلامي وثالثها شعبي واحتجاجي. وأننا على مستوى المنتدى إن شاء الله، وسبق أن أجازت هذه اللجنة التنفيذية برنامج عمل خلال اليومين الماضيين للانطلاق فيه في الأيام القادمة مواجهة لهذا المسار الانقلابي، ويتعلق الأمر بعمل في محاور 3. واعتبر قادة المنتدى أن لجوء الرئيس للمادة 38 من أجل تمرير تعديلات دستورية بعدما أخفق في تمريرها من خلال البرلمان يعتبر خطأ واضحا يستدعي العدول عنه وفق تعبيرهم. يعترف بفشله في المسار اللي كان هامه، وعلن تم إسقاط التعديلات الدستورية نهائيا، وعنه يأخذ العبرة والمثال من الناس عادة اللي يجري بعض منها العبرات. اذكر ان الرئيس الفرنسي الحالي قبل اشهر حاول يعدل تعديلات دستوريه وقدمت للجهات البرلمانيه وتم نقاشها. يقالين ارهرنوا عنها ما تشكل توافق وطني كانت عنده شجاعه انه يسحبها مباشره. وتثير التعديلات الدستورية جدلا واسعا في موريتانيا، وهو الجدل الذي ارتفعت وتيرته بعد إعلان الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز خلال مؤتمره الصحفي الأخير اللجوء للاستفتاء الشعب اعتمادا على المادة 38 من الدستور الموريتاني، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية وقانونية انتهاكا صريحا للقانون الموريتاني. وبين عزم الرئيس اللجوء للاستفتاء الشعب من أجل تمرير التعديلات الدستورية ورفض المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة معارض، تدخل البلاد منعطفا جديدا عنوانه هذه المرة تعديلات الدستورية. أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين ولي الشيخ أن خيار التعديل الدستوري عبر الاستفتاء الشعبي يحظى بهبة شعبية عفوية. وأضاف ولي الشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن التحضيرات جارية من أجل تنظيم استفتاء شعبي وفق خيار الرئيس. الرؤية واضحة، ورئيس الجمهورية دورة عدو ما زلت متذكرين مؤتمر الصحفي اللي بيّن فيه أعلننا واعدين استفتاء شعبي وفقا للمادة اللي كان يشرح لكم معالي الوزير درك الأحقية فيها، والموقف مولي من ما حصل من الشيوخ أو بعض الشيوخ. رئيس الجمهورية تولى الجواب في هذه القضية وشرحها بما فيه الكفاية، وذاك اللي قال في ذيك القضية مات لنا زايدين عليه، لا هو اللي عندنا وتوه. يسوى اتجاه الشيوخ ويسوى اتجاه المشي شورى الشعب في الاستفتاء، ونحن مقبلين عليه. ودورة عدو تلاحظوا حراك في هذا التوجه، حراك حتى هبة شعبية عفوية في التوجه نحو الخيار اللي اختار رئيس الجمهورية، والبيان مولي اللي صدر الحزب الدورة تلاحظ انه يمشي في هذا التوجه بقوة، وهو مسجم مع الموقف السائد، ولذلك هذا هو اللي عندنا في هذا الموضوع، وظاهر انه واضح ولا هناك اي ضبابية بل هناك رؤية واضحة. أشادت مبادرة الاعتراف بالجميل بالتعديلات الدستورية المرتقبة واصفة إياها بالخيار الاستراتيجي والبعد التنموي. وقال رئيس المبادرة إن التعديلات الدستورية المرتقبة من شأنها النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
الإصلاحات الدستورية اللي من شأنها تأسيس الموريتاني دولة مؤسسات ودولة اقتصاد قوي ودولة تدخل في مصافي العالم المتقدم. موريتاني اليوم ما تلات كيف موريتاني هم اللي عرفوا. موريتاني اليوم عادت دولة مغموقة في المجتمع الدولي، عادت دولة يعتد بقراراتها ويعتد برأيها في كافة المحافل الدولية، وذاك لا أدل عليه مبادرات السيد الرئيس القائد في كافة المشاكل اللي حصلت في القارة الإفريقية بشمالها وبجنوبها وبوسطها، واللي كانت مبادراته فيها ناجحة ولله الحمد، وانتم كاملين شاهدين عليها. زيادة على ذلك أولادنا اللي عادوا يقودوا المؤسسات الدولية اللي مسؤولة عن إصلاح ذات البين بين المجتمعات، اللي شفتوا المستوى اللي وصلت لهم الفساد، هذا كامل ما هو جاي من الفراغ، جاي من إرادة الراجل اللي قال له محمد عبد العزيز. صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الخميس على مشروع قانون يتعلق بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والإدارية في البلاد. ويتضمن مشروع القانون المصادق عليه فقرة جديدة تنشئ إجراءات خاصة بتحصيل الديون الصغرى بالديون الصغرى المدنية والتجارية. مجلس الوزراء صادق اليوم على مشروع قانون له يزيد مجلة المرافعات المدنية والتجارية والإدارية في البلد، ويتعلق بفقرة جديدة إذا فاتي لو صادق لدى المشروع إن شاء الله تنشئ إجراءات خاصة بتحصيل الديون الصغرى مدنية كانت أو تجارية. والهدف من هذا المشروع هو أنه في المجلة طبعا مسطرة تسمح بصيغة بسيطة وسريعة إلى حد ما بتحصيل الديون، هي الأمر بالدفع شين قالوا لانجونكسيون دو باي. بحثت ورشة في نواكشوط موضوع الاسترقاق في موريتانيا والقوانين المجرمة له، شارك فيها عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين. وقال منظم ورشة النقاش إنها ستتضمن حملات توعية وتحسيس على مستوى 3 مدن هي نواكشوط ونواذيبو والنعمة. وهذا اليوم يوم افتتاح ورشة لمكافحة الرق اللي تتبناها منظمتنا، اللي مع مثلا شريك عندنا احنا هنا، شريك امريكي قالها ابارولي، اللي هي مجموعه من المحامون يمولوا بعد الافراد المجتمع المدنيه في مكافحه الرق في موريتانيا. وكما تعلمون ان الاوائل الاخيره الدوله الموريتانيه والمجتمع المدنيه والاشخاص البارزه بالسياسه والمجتمع المدني اتخذوا بعض القرارات حيث تبنت موريتانيا قوانين يكافحوا ضد الرق في موريتانيا. وكما تعرفون تأسيس ذلك تعزز ذلك تشكيلة المحاكم الخاصة لمحاكمة الأشخاص الذين يمارسون الرق على بعض الموريتانيين أو ضحايا الرق مهما كانوا. وهذا الورشة إن شاء الله ستدوم إن شاء الله 7 أشهر، وستنطلق أفعاليتها في 3 مدن في نواكشوط على أحياء نواكشوط، وفي مدينة نواذيبو وأحيائها، وفي مدينة نعمة وأحيائها. إلى الشأن الإقليمي، حيث صوت 100,000 الغامبيين في الانتخابات التشريعية الأولى للبلاد منذ تنحي الرئيس السابق يحيى الجامعي عن السلطة قبل أشهر. ويشارك في الانتخابات 239 مترشحا يتنافسون على 53 مقعدا برلمانيا، 5 مقاعد منها يعينهم رئيس البلاد. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. غامبيا تجري أول انتخابات تشريعية منذ تنحي الرئيس السابق يحيى الجامعي عن السلطة قبل أشهر، بعد أن كانت الانتخابات تجرى في عهده على مدى 22 سنة. ويشارك في انتخابات ما بعد جامي وبداية عهد منافسه الفائز أداما بارو
239 مترشحا يتنافسون على 53 مقعدا برلمانيا، 5 مقاعد منها يعين أصحابها رئيس الجمهورية. وقد وصل عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية نحو 886,000 ناخب يصوتون ب 53 دائرة انتخابية، ومن خلال 1420 مكتبا هي عدد مكاتب الاقتراع على عموم التراب الغامبي. وتتنافس في الانتخابات التشريعية الغامبية 9 أحزاب سياسية، أغلبها داعم للرئيس آدم بارو، إضافة إلى مترشحين مستقلين. ويسعى حزب التحالف الوطني من أجل إعادة التوجيه والبناء الذي كان حاكما في عهد جامعه إلى أن يكون له حضور في البرلمان الجديد بعد انتهاء حقبة جامعه الرئاسية، حيث رشح على مستوى 29 دائرة انتخابية. وكان الحزب قد حصل على أغلبية المقاعد البرلمانية في الانتخابات التشريعية التي أجرتها البلاد عام 2012، وقاطعتها 6 من أحزاب المعارضة. وتأتي الانتخابات التشريعية الغامبية في ظل تزايد الدعوات المطالبة بمعاقبة الضالعين في الانتهاكات الحقوقية وعمليات القتل والاختطاف التي ارتكبت في حقبة حكم يحيى جامعه. وقد أعلن قبل أيام عن كشف جثامين 3 أشخاص قتلوا بتهمة محاولة الانقلاب على جامعه عام 2014، وتم العثور على مقابرهم إثر تحقيقات أجرتها السلطات مع ميليشيا سرية خاصة بجامعه. احتج ناشطون بحراك ماني شاري غزوال في نواكشوط للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية في البلاد وتخفيض أسعار المواد الأساسية. وقال المحتجون إن النهوض بالأوضاع الاجتماعية أهم من إجراء تعديلات دستورية، واصفينها بأنها لا تشكل أولوية. حراك ماني شاري غزوال حراك اجتماعي يطالب تخفيض أسعار المحروقات اللي تنعكس سلبا على تخفيض أسعار المواد الأساسية لحياة المواطن الضعيف. واليوم وقفنا في كارفور سنسويلم ومشينا عنده إلى كارفور مدريد، ياك الناس كاملة تعرف أنه الحراك مازال موجود ومطالبه مستمرة، حتى الدولة تسلفت عينها وتعادلنا ذلك دوره. مطالبنا بسيطة جدا أنهم الأسعار ينخفضوا، الأسعار ينخفضوا فقط ذلك دوره، ما أنا سياسيين ولا أنا معارضين ولا عندنا علاقة ذكام. طلبنا بسيط جدا، المواطن يجبر حقوقه الطبيعية جدا. نحن هون في حراك ماني شاري قزوال ننظم وقفتنا اليوم بتاعت شعار الدستور ماشي في المرجن، لا ينعبر من خلاله أن تطلعات الشعب الموريتاني ولوليات الشعب الموريتاني ما هي في الدستور، ولا هي في خط أحمر ولا هي واحد أصفر. أولويات الشعب الموريتاني هو تحسين الظروف المعيشية للمواطن اللي تعبان، المواطن اللي مطحون. أولويات الشعب الموريتاني والمواطن الموريتاني هو إصلاح التعليم، إصلاح قطاع الصحة. أما المهاترات السياسية والمعارك السياسية لا ناقة له ولا جمل فيها. نطالبوا من المشرفين على الشأن العام أنهم يصدوا لذا المجالات المهمة كيت الظروف المعيشية والصحة والتعليم. رياضيا في هذه النشرة، احتل منتخب المرابطون المرتبة 90 عالميا وفق التصنيف الجديد الصادر عن الاتحادية الدولية لكرة القدم. وكان منتخب المرابطون قد فاز نهاية شهر مارس المنصرم على منتخب بنين والكونغو اللذين خاض ضدهما مباراتين وديتين بالملعب الأولمبي في نواكشوط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. المرابطون إلى المركز 90 عالميا، إلى 100 الأولى عالميا في آخر ترتيب صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمنتخبات العالمية. هذه القفزة النوعية للمنتخب في سلم الترتيب تعود للفوزين الثمينين في اللقاءين الوديين الأخيرين أمام كل من منتخب بنين ومنتخب الكونغو. الترتيب الجديد للمرابطون يرى كثير من المتابعين أنه قد يعطي دفعا معنويا في قادم محطات المنتخب، خاصة في تصفية بطولة الأمم الإفريقية القادمة، حيث يوجد منتخب المرابطون ضمن مجموعة تضم كل من منتخب بوركينا فاسو وأنغولا وبوتسوانا. والمنتخب الأخير أي بوتسوانا سيكون أول محطات المرابطون في طريق 1000 ميل نحو سباق حصد بطاقة العبور نحو الكان.
وقد سبق للمرابطون الفوز على منتخب بوتسوانا برباعية نظيفة أيام مصطفى صالح منذ سنوات طويلة، لكن وضعية المنتخبات الإفريقية اليوم تقول إنه لا يوجد منتخب ضعيف في القارة السمراء، وكل المنتخبات الإفريقية باتت تقف على نفس الخط، مما سيجعل التصفيات القادمة ليست بالسهلة ولا بالصعبة إذا نجحت تشكيلة الفرنسي كورنتان مارتينز في الابتعاد خاصة عن هضوات وأخطاء التصفيات الماضية. الأمور تزداد تعقيد بعد طرد جيو مصطفى لاعب القطنين. بحثت جمعية شبيبة بناء الوطن خلال ندوة نظمتها في نواكشوط ضمن نشاطاتها الأسبوعية، بحثت محطات وخصائص الثقافة في الغرب الإسلامي، وتطرقت الندوة لأبرز المحددات التي حكمت الثقافة الإسلامية في الغرب الإسلامي والأدوار الطلائعية لعلماء المنطقة. نتابع. جمعية شبيبة بناء الوطن تنظم ندوة فكرية بمقرها المركزي بالعاصمة نواكشوط بعنوان الثقافة في الغرب الإسلامي محطات وخصائص. الندوة الفكرية أنعشها الكاتب والباحث محمد المختار والأحمد شيخ العرب، وتناول فيها سردا تاريخيا للأحداث التاريخية وأهم الدول التي ظهرت في الغرب الإسلامي. الثقافة في المغرب الإسلامي محطات وخصائص، هذا هو العنوان الذي اختاره الإخوة أو اقترحوه لهذا اللقاء، وهو لا شك عنوان كبير لموضوع مهم وموضوع قلما انتبه الناس إلى التعامل معه أو التعاطي فيه أو التباحث فيه ومناقشته، وهو تاريخ الأفكار. الباحث الأحمد تحدث عن المحددات التي حكمت الثقافة الإسلامية في الغرب الإسلامي، كما عرج على الأدوار الطلائعية التي اطلع بها علماء هذا الصقع. هو إيجابية هذه الثقافة ممثلة في حملتها من العلماء والمفكرين والشعراء أنهم كانوا وقودا لحركات الإصلاح التي تحولت في النهاية إلى دول. دولة المرابطين قامت على أيدي العلماء، وعندما قامت حكمها العلماء ووجهها وأرشدها العلماء، وحتى أنها سميت دولة الفقهاء، ودولة الموحدين أيضا نفس الشيء. وطرح الباحث خلال حديثه عدة أسئلة وإشكالات منهجية تتعلق بالمحددات التي طبعت الثقافة في هذه البلاد، والتي جمعها ابن عاشر بقوله: في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. والغريب أننا لماذا لم نأخذ بعقيدة الإمام مالك؟ أليس للإمام مالك عقيدة؟ أليست عقيدة سنية؟ لماذا لا نأخذ فقهه وروايته في الحديث ونتخلى عن عقيدته؟ والحال أن الأشعري ليس مالكيا، الأشعري إمام شافعي ومتأخر عن الإمام مالك بقرنين، والجنيد السالك أيضا هو ليس مالكيا. هذا وقد عرفت الندوة التي كانت ضمن نشاط أسبوعي دأبت جمعية شبيبة بناء الوطن على تنظيمه بعنوان رسائل، عرفت عدة مداخلات أجاب عليها الضيف في نهاية الندوة. إلى شأن الفلسطيني، حيث استضاف به قاعة رشاد الشوى في غزة عرضا فنيا نظمه معهد الأمل الأيتام برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية تخليدا لذكرى يوم اليتيم، حيث استثمر رئيس مجلس إدارة المعهد المناسبة العالمية في الدعوة إلى الاهتمام بالأيتام وتعهدهم بزرع القيم من أجل تنشئة جيل ينهض بالمجتمع ويحرر الوطن. التفاصيل في التقرير التالي. بين يدي يوم اليتيم العالمي تخليدا وفي قاعة رشاد الشوى بغزة تحديدا، معهد الأمل للأيتام ينظم أوبرا إنشادية تحيي الذكرى وتستحضر دلالتها الرمزية مستنهضة روح المسؤولية ورعاية الدور. بطولة العرض الإبداعي الفني تولى أداء مشاهدها أطفال تقمصوا اللحظة وعاشوا الأدوار ليتركوا منصة السرد للكبار يشبعون حضورها طرحا وتأطيرا.
رئيس مجلس إدارة معهد الأمل عبد الماجد الخضاري قال إن الاهتمام بالأيتام وزرع القيم فيهم سبب رئيس لاضطلاع النشء بدوره في تحرير الأوطان، مضيفا أن اليتيم عبارة عن لبنة ضعيفة في المجتمع لا يقوى المجتمع إلا بتقويتها. وعرج الخضاري على عظيم حضور الإسلام في رعاية اليتيم وكفالته مستدلا بآيات ذكر ومستأنسا بأحاديث الوحي، موليا وجه إشادته شطر المؤسسات الداعمة التي شكر لها دخولها على خط الشراكة والرعاية. أما مدير عام شؤون الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية راعي الحفل الرسمي فقد دعت إلى ما سمته رفع الأيدي عن أموال اليتامى، مطالبة المؤسسات الرسمية بزيادة الاهتمام بفئة الأيتام والعمل على الإصلاح لهم. يذكر أن معهد الأمل للأيتام لم يزل يبسط يد خدمته عبر نوافذ الإسهام والتطوير سعياً إلى الارتقاء بمستوى اليتامى تعليمياً وصحياً وإبداعياً من خلال قطاعات نشاط أبرزها مركز الثقافة والطفولة ومركز الأسرة والمجتمع ومركز تنمية القدرات. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن العلاقات بين نواكشوط وباريس جيدة ويشيد بالضبط وحماية الحدود الموريتانية. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يختار المنصور رئيسا دوريا له ويؤكد سعيه إلى إفشال تعديل الدستور. منتخب المرابطون يحتل المركز 90 عالميا وفق التصنيف الجديد الصادر على الاتحادية الدولية لكرة القدم. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.